الحمد لله تم دلوقتي اعاده افتتاح استقبال الطوابق مستشفى جامعه بنها بناء على تعليمات معالي الاستاذ الدكتور سيد يوسف القاضي رئيس الجامعه. والحمد لله عاملين الاجهزه الطقم الاطباء والفنيين والطوابق كله موجود بكامل طاقته. هنشتغل ان شاء الله بطاقتنا لخدمه مواطني هذا الاقليم اقليم المريه واللي هي بتمثل فيه المستشفيات الجامعيه حجر الزاويه في الخدمه الصحيه. بالاضافه لكده احنا بدينا المرحله الثانيه من تجديد الطوابق اللي هي تشمل غرف عمليات طوابق بالافاقه بالتعقيم وغرف الاقامه باذن الله.